أما الجهاز الفني بقيادة موتسيماني. موتسيماني أنا قلت لكم في حلقات فاتت قبل كده إن معظم الناس كانت بتقول يعني كانت بتشكك فيه، لكن الراجل أثبت لنا كل بطولة بيدخلها بيكسبها. طب إحنا عاوزين أحسن من كده إيه؟ إن إحنا نحمد ربنا ونبوس إيدينا ووش في ظهر في اللي موتسيماني ده موجود، وإحنا بنشكر فايلر إن فعلا قدم استقالته ومشي، لأن بالتوفيق وبالأداء وبالجدعنة وبالجهاز الفني اللي معاه كله وكله بيشتغل في صمت وعلى رسوم سيد عبد الحفيظ اللي هو مدير الكرة، بصراحة أنا شايف منظومة ما بعدها منظومة. إحنا تربينا كده على النادي الأهلي، واللي ما دخلش ما لعبش كرة في النادي الأهلي معلش مش هيقدر يتأقلم في أي نادي من الأندية الموجودة في مصر حتى في منتخب مصر. عشان كده لما في نجوم كبيرة بتصرح زي كان الكابتن حسن شحاتة ولا غيره يقولك أنا كسبت البطولات الأمم الأفريقية بلعيبة النادي الأهلي، طبعا مع احترامي مع اللعيبة الأخرى اللي موجودين وهم كلهم عظماء، لكن النادي الأهلي معظم اللعيبة بتاعته دي منظومة يا جماعة، والمنظومة لما بتمشي صح بتحقق صح. مصر بقت إدارة وإدارة عالية جدا، عشان كده مصر طالعة ولسه طالعة محدش هيقدر يوقفها خالص. فأنا بقول طبعا للجهاز الفني بقيادة موتسيماني والجهاز الفني اللي معاه سامي قمصان ومدرب حراس المرمى والمساعدين وعلى رؤوسهم رئيس الجهاز سيد عبد الحفيظ، انتوا اسعدتونا واسعدتوا جماهيركم وربنا يوفقكم في اللي جاي. خلي بالك احنا قلنا العشرة خلاص، لا ده احنا بنقول ال11 يا اهلي، يا اهلي ال11 مش هنتنازل عن ال11.